مشاهدينا الكرام، كل يوم في حياتكم قائم بذاته ولن يعود، فلا تحمله ما لا يطيق من ذكريات الأمس وهموم الغد. نعم، وحتى لا يكون الغد أمسا آخر، تمسك بحبال الأمل وأطلق أشرعتك مع المبحرين مع الحياة، واصنع عالمك الذي تريد. فلا تحمل الحاضر تبعات الماضي، فمياه النهر لا تعود إلى الوراء، فانظر إلى المستقبل، فالعالم يفسح الطريق للإنسان الذي يعرف إلى أين هو ذاهب. فلا تضيع صفوة العمر ورحلتك في الحياة في دروب لا تلتقي وصراع لا ينتهي. فغدا يوم آخر. مساكم جمال، مساكم طيب، مساكم ورود، حياكم الله معانا من خلال هذا البرنامج، برنامج مساء الخير الكويت. بداية مسي على الأخوان الموجودين معانا في هذا الاستديو، مساكم سعادة، وإلى الزميلة ورود مساء سعادة. مساء الخير عيد، مساء الخير لكل فريق عمل مساء الخير يا كويت اللي موجودين في الاستديو والكنترول، والمسي على مشاهدينا الأعزاء، وإحنا صراحة سعداء بهذا التواصل الجميل اللي يجمعنا معاكم. إن شاء الله خلال ساعة راح يكون عندنا فقرات متنوعة وتقارير أيضا وضيوف مميزين، نتمنى أنها تنال إعجابكم ورضاكم. هو يا مال، هو يا مال، انت يا ناقر يعب غايب، بيتك لنا العين يب استثمالها. الكويت. تشاهدون هذا المساء ضمن فقرات برنامج مساء الخير يا كويت. الوكيل المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأستاذ إبراهيم العتيبي، وأحاديث حول نادي مواهب الصيفي. كما تشاهدون الأستاذ المحامي فهد البصمان، وأحاديث حول التعويضات وأحكامها وفق القانون الكويتي. مشاهدينا الأعزاء، أعيد زميلي العزيز، يمكن دائما نسمع عن الأمن الوظيفي وأكثر بيئات العمل اللي يوجد فيها أمن وظيفي ومستقبلي الحين، فقمنا نسمع عن وظائف المستقبل اللي صارت تهدد الكثير من الموظفين أصحاب الوظائف التقليدية، وأصبح هناك يعني قلق من قبل الكثيرين. وما أدراك ما وظائف المستقبل. بالفعل زميلتي ورود، سمعنا طبعا في الآونة الأخيرة الكثير من الشركات حول العالم أصبحت تقوم بعملية تسريح الكثير من موظفيها، وأيضا الاستغناء عن المهام اللي يقومون فيها، لأن الآلة أصبحت تقوم بالأدوار اللي كانت منوطة بالإنسان زميلتي ورود. صح. فهني صار توفير وقت وجهد ومال بالنسبة للشركات اللي تبي ربح. أكيد طبعا، وهذا واقع صرنا إحنا نعيشه مع دخول التكنولوجيا والتقدم العلمي والذكاء الاصطناعي. حتى مقدمين البرامج والنشرات الإخبارية صارت من خلال الذكاء الاصطناعي
شكلنا عيد انا وياك باكر بنقعد ببيوتنا. لا لا بس بدون احساس، اهم شيء انه بدون احساس، بس مجرد قراءه يعني. صحيح. ولكن يبقى الاصل اصل. أكيد. الاساس اساس طبعاً. اكيد الاساس اساس أكيد. يعني وبالفعل يعني ورود احنا اليوم امام يعني متغيرات، هذه متغيرات مطلوبه وجديده، وهذا العالم وانماطه مختلفه، ولازم يعني نعد العده في عمليه. صح. المستقبل ونشوف متطلبات وايضا عمليه احتياجات هذا المستقبل ما هي، شلون نعمل من أجل هذه. صحيح. العملية المتغيرة والمتسارعة. صحيح. في هذا العالم وبنفس الوقت نواكبها يعني. إحنا الشيء بالشيء يذكر، إحنا الحين حتى عيالنا الطلبة اللي توهم تخرجوا لازم يطلعون على قائمة وظائف المستقبل، وكل من يتعلق بالأمن الوظيفي الحين من وجهة نظري نعيش عصر المهارات، وصاروا أصحاب المهارات هم اللي لهم الأولوية في التوظيف، فلازم يراعون هذا الجانب وإحنا ندعمهم بالشورى يعني. نعم. لذلك نقول إن لم تزد على الدنيا زدت عليها، وإن لم تملأ هذا الفراغ ملأه غيرك. نظمت مدينة الدسمة الصحية بالمشاركة مع المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات تمكين فعالية اليوم العالمي لمهارات الشباب 2023، حيث أقامت معرض على هامش هذه الفعالية والورش التدريبية. زميلتي ورود. نعم عيد، وتأتي هذه المبادرة في ظل سعيها الدائم من أجل تسليط الضوء على المهارات والإمكانات طبعاً أو الإمكانيات الكامنة في المجتمع، ودفع الفئات المشاركة وتوجيههم وتحفيزهم للانخراط في المجتمع والنهوض بأفراده. اليوم احنا مع منطقة الدسمة الصحية مقدمين يوم اللي هو اليوم مهارة الشباب العالمية 2023، ومن ضمن هذه الفعالية قدمنا شيئين. اول شيء المعارض اللي انتم تشوفونها اللي هي للحرفيين والنساء المنتجات، وكمان في عندنا طالبات وطلبة. مشاركة من الجمعية الكويتية للتراث في فعالية مدينة منطقة الدسمة الصحية تحت رعاية الشيخة فادية سعد العبد الله الصباح، وكانت طبعا مشاركة الجمعية ممثلة في بعض أعضائها. أنا شاركت في إصدارات المرأة وتمكينها وفعالياتها وإنجازاتها. نظمنا اليوم فعالية مهارات الشباب 2023 كمدينة الدسمة الصحية بالتعاون مع المنظمة الدولية لتمكين المرأة وبناء القدرات. المشاركين هم جمعية الحرفيين الحرف الكويتية القديمة وجمعية التراث الكويتية في مدينة الدسمة الصحية. من خلال الخطط التي نعمل عليها ونسعى من خلالها لاعتمادنا من منظمة الصحة العالمية كمدينة صحية ولها موقعها على الخارطة في العالم. طبعا احنا يشرفنا ان نشارك مع منطقة الدسمة الصحية، وهذا ثاني اشتراك لنا. احنا شاركنا بالأعياد الوطنية مع الاخوان في جمعيه صباح جمعيه ضاحيه عبد الله السالم، وهذا اشتراكنا الثاني. حاليا احنا تقريبا عندنا 19 مشارك من الحرف والحرفيات في مختلف اعمال اللي هم
قائمين عليها مثل صناعة السفن، المسابيح، العبي، البشوت. سعيدة جدا بانضمامي لجمعية الحرف اليدوية القديمة، شاركت في هذا المعرض مع عدة ما شاء الله مجموعة من المبدعين الحرفيين، قدموا مجموعة من الأعمال المميزة للتراث الكويتي اللي احنا نطمحنا دائما نحافظ عليه. مشاهدينا الأعزاء، تحت رعاية وحضور معالي السيد عبد الرحمن المطيري وزير الإعلام ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية رئيس المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب، تقيم الأمانة العامة للمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب هذا المساء حفل تكريم المشاركين في صناعة استراتيجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب وحفل تقرير الأداء الأول. راح ننتقل إلى زميلنا المتواجد الآن بين أروقة مكتبة الكويت الوطنية نجيب القحطاني علشان يحطنا في قلب الحدث. مساء الورد يا نجيب. مساء الخير ورود، مساء الخير عيد. مثل ما تفضلتي زميلتي ورود، أنا موجود في المكتبة الكويت الوطنية وتحت رعاية معالي وزير الإعلام وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد عبد الرحمن المطيري. اليوم ما شاء الله يقام يعني الحفل تكريم المشاركين بصناعة استراتيجية المجلس الوطني، وما شاء الله احنا كانت استراتيجية ما شاء الله متميزة، لكن راح نتكلم أكثر وأكثر عن هذه الاستراتيجية مع الأستاذ عائشة المحمود الأمين العام المساعد لقطاع الثقافة بالمجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب. أستاذ عائشة مساك الله بالخير ويعطيك العافية وعساك على القوة. اليوم ما شاء الله حفل تكريم، واليوم ما شاء الله راح يكون عندكم كذلك مؤتمر صحفي عن الاستراتيجية اللي وضعت قبل فترة، واليوم إن شاء الله هذه نتائجها حتى نتحدث عن هالاستراتيجية. بسم الله الرحمن الرحيم. احنا اليوم سعداء في رحاب مكتبة الكويت الوطنية ان نحتفي باطلاق تقرير الاداء الاول اللي يترجم الاستراتيجية التي وضعت قبل 6 اشهر الى واقع فعلي، واقع تنفيذي راح نستعرضها بكل شفافية امام وسائل الاعلام وامام الجمهور بانتظار تعليقاتهم وبانتظار تطبيق هذه الاستراتيجية بشكل اوقع وبشكل اكثر تطورا في ظلال المقترحات اللي راح ترد ان شاء الله. استاذ عائشة، حتى نوضح للمشاهد الكريم يعني في نقاط مهمة وضعت في هذه الاستراتيجية. نعم، هناك كثير من الغايات الأساسية والأهداف التي تضمنتها الاستراتيجية، لعل أحد أهم الغايات اللي راح نتطرق لها إن شاء الله خلال المؤتمر الصحفي هو تحديث التشريعات. طبعا إحنا عشان نحكم العمل ونضمن مؤسسة لهذا العمل نحتكم لعدد من التشريعات التي تنظم العمل الثقافي داخل مؤسسة المجلس الوطني للثقافة وغيرها من المؤسسات. الهدف من وراء هذه التحديث إن إحنا ننظر في التشريعات الموجودة فعليا اللي سبقنا الرواد في وضعها واللي نظمت عمل المجلس وأكسبت هذه المكانة الرائدة. بالمناسبة إحنا نحتفي اليوم بمرور اليوبيل الذهبي للمجلس الوطني للثقافة مرور 50 عام. أيضا إحنا نحدث هذه التشريعات بما يتواكب مع التطويرات الحديثة. هناك أيضا نظر في الرقمنة في تطوير كل ما نقدمه من أنشطة من فعاليات من مطبوعات متميزة بشكلها الرقمي بشكلها المتطور. ربما هذه أحد الغايات الأساسية اللي نهدف من خلالها عبر هذه الاستراتيجية. أستاذ عائشة، كذلك ودنا نتكلم في هل جهات حكومية شاركت معاكم في هذه الاستراتيجية؟ نعم بالتأكيد، إحنا بعد أحد غاياتنا وأهدافنا إن إحنا نوسع نطاق التعاون تنويع الشراكات سواء مع مؤسسات المجتمع المدني مع الجهات الحكومية أو مع الأفراد واللي هم جمهورنا الأساسي القطاع الثقافي بكل أشكاله وأطيافه الفنانين والأدباء والمثقفين. هناك الكثير من الجهات الحكومية والجهات الأهلية اللي دعمتنا ساعدتنا في صياغة هذه الاستراتيجية وفي تنفيذها كذلك. يعني اليوم إن شاء الله راح يكون هذا الاجتماع وهذا التكريم لحضور عدد كبير من يعني اللي شاركوا في هذه الاستراتيجية، راح هل وضعتوا نقاط معينة في هذه الاستراتيجية لطرح بعض الأسئلة بعض الاستفسارات عن هذه الاستراتيجية؟ طبعا جزء آخر من مؤتمرنا الصحفي لهذا اليوم راح يكون الجزء الأهم وهو تكريم صناع هذه الاستراتيجية اللي وضعوها خلال 2 عام عبر جلسات وحلقات نقاشية ورش عمل متخصصة. سوف يتم تكريمهم بشكل رسمي تحت رعاية معالي وزير الإعلام رئيس المجلس الوطني للثقافة، وأيضا راح نتضمن هذه الفعالية الاطلاع على المقترحات على الأفكار التي سيتم طرحها لتطوير هذه الاستراتيجية للنظر باتجاه تطويرها للنظر في اتجاه تطوير بعض العناصر الخاصة فيها.
الذهب. مقترحات جديدة وضعت في هذه الاستراتيجية هذه؟ نعم، احنا في مرحلة التطبيق حاليا او في مرحلة تقييم الاداء او في مرحلة رصد الاداء، نتلقى الكثير من المقترحات اللي لها علاقة بالتطوير. اكيد هناك اثناء التطبيق سنجد الكثير من الخلل، ربما بعض النقص، بعض الخلل اللي ما انتبهنا له في مرحلة وضع الاستراتيجية. في مرحلة التطبيق احنا في مرحلة التقويم، في مرحلة طول وقت التقييم وإعادة القياس وإعادة التقديم. إن شاء الله سيتم التطبيق أو التقييم في هذه الاستراتيجية إن شاء الله. حالياً نحن في مرحلة التطبيق، التقرير الأول لهذا الربع السنوي الأول سيتم تقديمه، ما قدمناه خلال ربع سنة، وإن شاء الله في كل 3 أشهر سيقدم تقرير أداء عن كل ربع سنة إن شاء الله. الله يعطيكم العافية وعساكم على القوة على هذا. يعني اليوم ما شاء الله يوم حفل تكريم المشاركين بصناعة استراتيجية المجلس الوطني للثقافة والفنون والآداب زميلتي ورود وزميلي عيد، كل هذا ما لدينا في مكتبة الكويت الوطنية. راح نرجع لكم لتكملة وفقرات برنامج مساء الخير يا كويت. لكم الهواء، تفضل. ضيفنا القادم الوكيل المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأستاذ إبراهيم العتيبي، وحديث حول نادي مواهب الصيفي. يقول أحدهم أن اليوم الذي تعاني فيه بسبب الانشغال خير من يوم تكتئب فيه بسبب الفراغ، فلا بد من ملء هذا الفراغ حتى لا يملأه أي شخص آخر. ونظرا لأهمية الوقت وأيضا استغلاله الاستغلال الأمثل، بادر قطاع الدراسات الإسلامية بتدشين نادي مواهب الصيفي من أجل شغل الفراغ وإتاحة الفرص لتطوير المهارات والاستمتاع وتعلم المهارات الحياتية، مثل موضوع التنشئة الاجتماعية السليمة وسط بيئة إسلامية تعزز فيها القيم ويتم فيها غرس مفهوم المواطنة الصالحة وحب هذا الوطن الغالي. وحول هذا الموضوع يسرنا أن يكون معنا في هذا المساء الوكيل المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية الأستاذ إبراهيم العتيبي. حياك الله معنا أبو عمر، وشكرا على قبول هذه الدعوة. في الله يحييك وجزاكم الله خير على هذه الدعوة. أشكركم على هذه الدعوة لشرح أنشطة قطاعنا وأنشطة وزارة الأوقاف خلال الصيف وخلال السنة كاملة. أبرك الساعات. يعني نبدأ معك أبو عمر في موضوع مجالات عمل هذا القطاع. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه الغر الميامين. قطاع الدراسات شؤون القرآن الكريم هو أحد قطاعات وزارة الأوقاف. القطاع ينقسم إلى 3 إدارات تغطي مناطق الكويت جغرافيا. عندنا إدارة الجهرة والفروانية، وإدارة هذه تقع في مركز الإدارة ومكان الإدارة في غرب عبد الله المبارك، وإدارة حولي والعاصمة في منطقة القصور، وإدارة الأحمدي ومبارك الكبير في فهد الأحمد. هذه الإدارات الثلاث تغطي أنشطة أو خلينا نقول العمل اللي قاعد يقوم فيه قطاع الدراسات شؤون القرآن الكريم. من اسم القطاع، قطاع الدراسات شؤون القرآن الكريم، ينقسم يعني إلى الاهتمام بالقرآن الكريم والاهتمام بالدراسات الإسلامية. صحيح. أو العلوم الشرعية اللي نقدمها للمجتمع. احنا نخدم او نقدم خدمات هذا القطاع، او الوزاره تقدم خدماتها للجمهور المواطنين والمقيمين في الكويت من خلال طبعا القطاع في 3 مراقبات رئيسه تعتبر هي اللي تقدم هذه الخدمات: مراقبه السراج، ومراقبه شؤون القران الكريم، ومراقبه الدراسات الاسلاميه. طبعا نقدم خلال هذه المراقبات الثلاث، مراقبة شؤون القرآن الكريم تقدم تهتم أو تعنى عناية تامة بالقرآن الكريم، سواء من تحفيظ القرآن الكريم، تركيز كامل كامل في عن القرآن الكريم حفظا وتلاوة، وأيضا في هناك أماكن تمنح الإجازة في القراءات القرآنية من خلال يعني قراء أكفاء يعني متمكنين يمنحون الإجازات القرآنية، يمكن نأتي لها بالتفصيل خلال اللقاء إن شاء الله. الدراسات طبعا الفئة العمرية في شؤون القرآن الكريم من سن 5 سنوات، يعني عندنا عدة يعني مراقبة شؤون القرآن الكريم، فيها القارئ الصغير وفيها حلقات تحفيظ القرآن الكريم، وفيها المركز الشاطبي، وفيها مركز أبو موسى الأشعري، وفيها مركز ابن الجزري، وفيها المقرأة الإلكترونية،
وهذه يعني ابرز ما شاء الله الانشطه اللي تفضل. راح امر على هذه المواضيع اكثر وهذه ان شاء الله يعني الانشطه اللي ذكرتها والمراكز، ولكن احنا في موسم الصيف اكيد في دور خاص. طبعا في الصيف في مشكله يعني عندنا هم الان عند اولياء الامور سواء للبنات او للابناء، الخوف على اولادنا وابنائنا وبناتنا من الفراغ، من صحيح. وسائل الانحراف وكثرتها، من اصدقاء السوء، فالواحد صار عنده هم ومشكله انه كيف يحافظ على ابنه، كيف يربيه. صحيح. الان احنا اولياء امور مرات ما نقدر نتعامل مع الولد والابن ونوجه التوجيه الاسلم والاقوم، نحتاج الى خاصه في ظل المغريات اللي موجوده مع هذا العالم السريع، العالم السريع والتليفونات الايفون، كل واحد الحين كل واحد كل طفل كل ولد كل شاب كل شابه عنده هالجهاز الذي يعتبر مثل خلينا نقول الصنم اللي ان شاء الله ما يعبده، ولكن موجود قدامه التمثال هذا الشر الذي لابد منه. الشر، وان شاء الله في خير وفي شر، نسال الله عز وجل ان توجهون للخير. فيبقى الواحد منا كولي امر يحتاج ان احد يعينه في التربيه والتوجيه، فمن اجل ذلك يعني كان لنا دور ان شاء الله يعني نعتقد ونظن ان شاء الله ان دورنا توجيهي وتوعوي ونحافظ على ابنائنا وبناتنا في ظل بيئه صالحه، لان الحفاظ عليهم هم ثروه الوطن، هم الثروه الحقيقيه التي يعني هم عماد المستقبل، هم القبس الذي سوف ينير الطريق للكويت ان شاء الله. نعم. وهم الثروه اللي نحتاج نحافظ عليها. فكان عندنا نادي مواهب الصيف، طبعا احنا انشطتنا طول السنه ولكن يكون التركيز في الصيف لان تعتبر عطله واجازه، فتره حرجه اقدر اقول خاصه، فتره فراغ طويل. فكان عندنا أنشطة النادي السنة، استحدثنا نادي مواهب الصيفي، طبعا ناخذ نتكلم عن هذا إيه ان شاء الله نتكلم عنه. ونادي مواهب الصيفي احنا هالسنة ارتأى قطاع الدراسات شؤون القرآن الكريم انه يكون النادي ذو هوية واحدة، هويتنا واحدة في النادي. كانت الإدارات في المحافظات الثلاث، في المحافظات الست في الإدارات الثلاث، كل إدارة لها نادي صيفي خاص ونشاطها خاص، ويعني الكل استغلالية يعني بروحها استغلالية، وكانت يعني كان فيها تفاوت في الأهداف، تفاوت اختلاف في الرؤية، اختلاف في بعض يعني الأنشطة. فارتأى القطاع هالسنة بفضل مع الأخوة المدراء في قطاع الدراسات، يعني كانت الاجتماعات الأولية التحضيرية، وانبثقت لجنة لتوحيد النشاط الصيفي ويطلق عليه نادي مواهب الصيفي، وحدنا فيه الهوية اللي هي الشعار ولون اللي ننزل فيه في خلينا نقول في المجتمع، توحيد التسجيل، توحيد الأهداف العامة، توحيد الأنشطة العامة، توفير هذا أول شيء، توفير للوقت، توفير للإبراز الإعلامي، توفير للمال أيضا، توفير للجهود، تبادل الخبرات بين الأخوة مسؤولين المراكز الصيفية. فكان فضل الله عز وجل يعني كانت لها أثر إيجابي جدا وفي إنجاح هذا النادي. بعض طبعا صارت عندنا بعض الملاحظات في كل عمل، وإن شاء الله يتم تلافيها بإذن الله في السنوات القادمة. أعداد اللي الإحصائية اللي عندكم بأعداد المستفيدين من هذا النادي؟ إحنا طبعا ما نقدر نستوعب الأعداد اللي جتنا كلها اللي تخد، يعني استوعبنا تقريبا 8000 إلى 10000 طالب وطالبة بفضل الله عز وجل في جميع محافظات الكويت. نعم. أنت ذكرت في حديثك المقرأة الإلكترونية، هي طبعا مركز التعلم عن بعد، أنا ودي أتطرق لها. هذه المقرأة الإلكترونية أحد أنشطة أو أحد وسائل تحفيظ القرآن الكريم، تتبع مراقبة شؤون القرآن الكريم، هي المقرأة اللي يتم فيها تحفيظ القرآن الكريم عن بعد. أول شيء توفير الوقت، وبعض الأشخاص أو الناس اللي عندهم ظروف خاصة ما يستطيعون يحضرون الحلقات تحفيظ القرآن الكريم في أماكننا اللي نقدم فيها هذه الخدمة، فكان تم اللي هو التحفيظ عن بعد. عندنا مقرئين ومشايخ للبنين وللبنات، ويهتمون بث حي مع الذي يريد أن يسجل، طبعا يسجل ويتم اختباره وتقييده وفق البرنامج المرسوم، وفي ناس يعني عندنا طلبة يختمون بفضل الله عز وجل. فكانت هذه المقرأة الإلكترونية وبرز دورها بفضل الله عز وجل أزمة كورونا.
ما شاء الله. الحمد لله، يعني كانت كل يعني حلقات تحفيظ بالقرآن الكريم تحولت إلى من خلال المقرأة الإلكترونية. مو محلية أيضا هي. طبعاً إيه طبعاً مو محلية، بجايك في الكلام الله يجزاك خير تحت. إنه مو محلية المقرأة من برا الكويت عندنا. ما شاء الله. مو لغة اللغة العربية فقط، في عندنا عدد من اللغات أجنبية. ما شاء الله. حلو. الحمد لله. للبنين وللبنات فضل الله عز وجل، عندنا تقريباً هي ثلاث مراكز في الكويت، ولكن يعني منتشرة، يعني تنتشر في العالم خلال يعني وسائل التواصل. يعني أنت لما تكلمت عن نادي مواهب، برجع شوية، تكلمت يعني بحماس، أكيد في شيء يميز هذا النادي عن الأندية الثانية. طبعا النادي اللي تكلمت فيه بحماس لأن أول شيء نادي ترعاه الدولة. لما أقول لك ترعاه الدولة يعني في شيء مؤشر لازم الواحد ينتبه له، اللي هو مجاني. والآن لو تسجل يعني أي واحد عندك، لو واحد عنده أربع أبناء، يعني كان يجونا كثير من يعانون من الأمر هذا، أربع أبناء بيسجلهم يبي لق يعني من يعني 100 دينار الأفرج مال الله، والمعدل مال هذا التكلفة لكل شخص. إيه، لكن إحنا بفضل الله عز وجل نقدم هذه الخدمة مجانا. وهذه إيجابية كبيرة. الشيء الثاني، الدولة لما ترعى شيء معين ترعاه وفق معايير وأسس وضوابط يعني دقيقة جدا، وأهداف، وطبعا أهدافنا الموجودة اللي هي حفظ القرآن الكريم، بيئة الصالحة، حب الوطن، ننمي المهارات لدى أبنائنا، مهارات التواصل، يعني التواصل الاجتماعي. عندنا دورات لهؤلاء الأبناء طبعا من سن 5 سنوات إلى سن المراهقة. وعندنا أيضا في نقطة، أن في عندنا نعنى بكبار اللي يعني الناس الكبار اللي عندنا الدارسين في دور القرآن الكريم، هذيل أيضا لهم دورات يعني حياتية ودورات تثقيفية ودروس وشرعية ومحاضرات، كل حسب يعني ما يناسب عمره. ما خليته أحد يعني؟ لا الحمد لله، والله فعلا بفضل الله عز وجل ما خلينا أحد. إن شاء الله جهود واضحة الحمد لله، عسى الله يتقبل إن شاء الله غيرنا. آمين. والحلو أن تكون حتى دائما تكون يعني ما يكون فيها بس الربط هو وطني وديني واجتماعي شامل، فهذا الهدف الحقيقي. والجميل أيضا من ذكرت بعمر أنه سابقا كان هناك تفاوت بين المراكز، الان اصبحت لا، هي رؤيه واحده، هدف واحد، واهداف يعني تصب في خدمه واحده. طبعا الحمد لله، احنا لما انت لما تكون تقود العمل كانك قياده عمل من الاخوه مدراء الادارات وانا وياهم، لما يعني نشوف العمل من كل ككتله واحده، نعرف وين مواطن الضعف، مواطن الايجابيه ننميها، مواطن الضعف نتلافاها، نشوف الطاقات والمواهب اللي تطلع عندنا في طاقات مختلفة. مثلا في محافظة في عندها بعض الكوادر أقوياء في جوانب معينة، ندعم فيهم المحافظات الثانية، تستقطبونهم طبعا. نكمل بعض في هذه كمنظومة متكاملة، كمنظومة متكاملة، بحيث أن نطلع بأفضل يعني صورة وأفضل يعني أداء. نعم. نطمح له. ما شاء الله عليكم، أنتم مجتهدين دائما نشطين خاصة بالمواسم، وطبعا غير العمل اللي انتم تقومون فيه كدراسات وقران كريم، اكيد عندكم خطه حق الموسم الدراسي القادم. طبعا احنا خطتنا ان شاء الله باذن الله عز وجل للموسم القادم هي عملنا مستمر ودائم، اللي هي حلقات تحفيظ القران الكريم. وعندنا باذن الله عز وجل الموسم القادم عندنا مسابقه الكويت الكبرى للقران الكريم، وتم الاستعداد لها من الان الحمد لله. وهذه هدفها إبراز دور الكويت في رعاية القرآن الكريم، وإبراز دور الكويت في الجانب المشرق في الكويت، والكويت إن شاء الله كلها جوانب مشرقة، ولا أحد جوانب الإشراق اللي في الكويت، اللي هو رعاية القرآن الكريم عالميا. ونهتم أيضا يعني هذه بإذن الله راح تكون شهر 11 القادم بإذن الله عز وجل، برعاية من الديوان الأميري. ومسابقتنا القرآن الكريم في دولة الكويت يعني تشارك فيها تقريبا 60 دولة من دول العالم الإسلامي، سواء الوطن العربي والعالم الإسلامي، وأيضا فيها تكريم للشخصيات اللي تخدم القرآن الكريم، ويعني عدة أفرع فيها، حفظ القرآن كامل، حفظ القرآن بالقرآن بقراءة العشر. السنة هذه إن شاء الله يعني الخطوة المستقبلية بإذن الله عز وجل أن احنا بنكرم الجانب الخواتم من النساء
راح نكرم شخصيتين كإضافة جديدة. إضافة جديدة هذه في هذه السنة بإذن الله راح نكرم الاثنين من الذين يخدمون القرآن الكريم في العالم الإسلامي، وراح يتم تكريم عنصرين نسائيين من الذين يخدمون من اللواتي يخدمن القرآن الكريم. الله يسلمك. ويهتم يعني كلهم اهتمام بالقرآن الكريم لتشجيع وإبراز المرأة بهذا الدور الذي تقوم فيه النساء. يمكن ما حد يعرف أن عندنا نساء لهم اهتمام بالقرآن بكتاب الله عز وجل وحفظه وتجويده وإقرائه للناس، بعضا عندنا إجازات يخدمون القرآن الكريم. وبإذن الله السنة القادمة إن شاء الله راح يكون هناك فرع للنساء ضمن مسابقة القرآن الكريم الكبرى للكويت إن شاء الله. الله يجزاكم خير، دائما الكويت هي منارة للعلم والمعرفة وأيضا القرآن الكريم من خلال استقطاب هذه الجائزة العالمية لحفظ القرآن الكريم وتجويده. بارك الله فيك، يعطيك العافية. الحمد لله. الله يجزاكم شكرا على حضورك وتوضيح هذه الأمور. الله يعطيكم العافية وأشكركم على يعني استضافتكم، عسى الله ينفع فيكم إن شاء الله. اللهم آمين، الشكر لله دائما. كل الشكر والتقدير للأستاذ إبراهيم العتيبي الوكيل المساعد لشؤون القرآن الكريم والدراسات الإسلامية بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية على حضوره معنا ومشاركته طبعا من خلال هذا البرنامج. مشاهدين ومن فضاءات نادي مواهب الصيفي نذهب بكم إلى فضاءات الحواس الخمس، حيث أقامت كلية التربية بجامعة الكويت معرض الحواس الخمس. عن معرض الحواس الخمس وسائل التعليمية يتكلم عن الحواس الخمس: حاسة الشم، السمع، البصر، اللمس، التذوق. هذه الحواس الخمس. هذا المعرض صراحة أتى بشراكة مع شركة مطاحن الدقيق والمخابز الكويتية، إبراز دور الحواس الخمس في العملية التعليمية. الهدف التعليمي من هذا المعرض كلما زاد إشراك الحواس الخمس في العملية التعليمية كلما زاد فهم وإدراك المتعلم، فالعلاقة طردية بين الحواس الخمس والعملية التعليمية. البعض يختصر هذه العملية التعليمية في الحواس الخمس على المراحل الرياض والبداية، ويتناساها في مرحلة متوسطة وثانوي أو حتى في الجامعة. القاعدة العلمية تقول لا، بالعكس أن إشراكها في جميع المراحل يخدم عليها بشكل كبير، وما المختبرات العلمية والتجارب إلا جزء من إشراك أكبر قدر من هذه الحواس الخمس في العملية التعليمية حتى يكون هناك فهم وإدراك المتعلم بشكل واضح وكبير. مشاركتنا بالمعرض للألعاب التعليمية عن حاسة الشم، اليوم عندنا لعبة تعليمية تخص حاسة الشم مرحلة المتوسط والثانوي من عمر 12 سنة ل 18 سنة. طبعا صممنا هالكتيب مشترك معاه لعبة إلكترونية ثانية في برنامج كاهو، طبعا يفيد الطلبة. هالكتيب بداية في التعليمات، عندنا تعليمات وشلون تلعب هاللعبة، ومتكون من فصلين وهالروائح بناء على دراسات. والفصل الأول أن الروائح هذه تحسن حالتك المزاجية، الفصل الثاني هو الذاكرة الشمية تأثير بروست، تأثر على ذاكرتك وتذكرك في مرحلة الطفولة. طبعاً أنا مقدمة حاسة الشم مع الدكتور وليد العنزي، فإحنا اخترنا حاسة الشم بنيابة أن الحواس هذه نتعامل معها بكذا دروس بكذا حتى إحنا كشخصياً بأيامنا العادية دائماً إحنا نستخدمها ومعانا، أنها بجسادنا، بعلمنا، بتفكيرنا، حتى بتنمية مهاراتنا لازم نستخدمها. إحنا عندنا الحواس الخمس
منقسمة على فئتين، فئة الرياض والابتدائي وفئة المتوسط الثانوي. فعندنا مثلا حاسة السمع هناك منهج تعليمي مقسم على الرياض والابتدائي والآخر على المتوسط والثانوي، فخمس حواس بخمس بوثات مختلفة لجميع المراحل المتنوعة عندنا. البالغين يحتاجونها والأطفال يحتاجونها، بس كإحنا طلبة وتخصصنا تدريس تعليم ومتمكنين من مرحلة المتوسطة والثانوية، فإحنا نبي نشرك هذه الحاسة في هالمرحلة بالذات لأن تخصصنا. أول شيء تعاوننا إحنا كونا معلمات، تعاوننا عن طريقة شروب، مشينا على المراحل، مرحلة رياض الأطفال والابتدائي والمتوسط والثانوي، وزعناها تقسمنا احنا بين الافرقه، ان مثلا الحين رياض الاطفال حاسه الشم يبون لهم عينه كليمون خيار وكذي، فهذه توصل لهم المعلومه. احنا لما ننتقل حق مرحله الثانوي والمتوسط نجيب لهم كسؤال صيغه السؤال وحاسه الشم بورقه او اي شيء توصل لهم للمعلومه. ضيفنا القادم الأستاذ المحامي فهد البصمان، وحديث حول التعويضات وأحكامها وفق القانون الكويتي. التعويض في القانون المدني الكويتي عن الضرر الذي وقع على المتضرر هو حق مكتسب لمن أصاب الضرر، وقد سن المشرع الكويتي مواد قانونية لتعويض طبعاً لجبر هذا الضرر الواقع من خلال هذا العمل. زميلتي نعم عيد، طبعاً التعويضات وأحكامها وفق القانون الكويتي محور حديثنا لهذا المساء مع الأستاذ المحامي فهد البصمان، حياك الله ويا هلا ومرحبا فيك معانا بمساء الخير يا كويت. هلا فيك والله، يحييك ويحيي مشاهدينكم الكرام عبر التلفزيون دولتنا الحبيبة. نسأل الله تعالى أن يجعل في كلامنا فائدة لكل من يشاهدنا بإذن الله. الساعات محمد معك، يعني نتكلم عن أنواع الضرر اللي ممكن تستوجب التعويض في موضوع أحكام التعويضات في القانون الكويتي. لا شك أن الضرر صورة تتعدد، يعني من الناحية العامة بأن الضرر قد ينشأ عن عمل غير مشروع، مثل مسألة الجرائم، شخص مثلا يصدمك بالسيارة لا قدر الله، شخص يرتكب بحقك فعل جنائي مثل النصب والاحتيال، السرقة، الضرب، غيرها من هذه الأمور. لذلك هذا يكون نسميه احنا في القانون أن التعويض الناتج عن العمل الغير مشروع. وقد أيضا يكون التعويض عن طريق اللي هي المسألة العقدية أو العلاقة العقدية. على سبيل المثال اليوم أنا أرتبط مع شخص بعقد معين، مثلا على سبيل المثال بأن يجهز ديكورات الخاصة في منزلي أو في محلي أو أي عمل كان نتيجة علاقة عقدية بيني وبين هذا الشخص، يخل في هذه الالتزامات العقدية، يحق لي بموجب القانون أن أقاضيه وأطلب منه التعويض بناء على العلاقة العقدية. طبعا هذه الصور هي الصور المباشرة للتعويض، هنالك أيضا صور غير مباشرة للتعويض، أيضا القانون الكويتي يرتب عليها مسألة التعويض. على سبيل المثال اليوم أنا أكون شخص متوجه في سيارتي إلى وظيفة، مثلا للتقديم لوظيفة معينة، في آخر يوم في آخر ساعة يعترضني شخص، يعطل سيارتي، يصطدم في سيارتي، أخرني عن التقديم لهذه الوظيفة، إذن هو فعله اللي قام فيه الغير مشروع لم يكن سبب مباشر منعني من التقديم على هذه الوظيفة أو على هذه الجامعة أو على هذه المصلحة أني أنا أحصل عليها. لذلك إحنا نسميه في القانون هو فعل غير مباشر يؤدي إلى التعويض. هذه هي الصور بشكل مبسط للتعويض في القانون الكويتي. يعني كأنك تقول بقصد أو بغير قصد، صح؟ نعم، ولكن يجب أن يكون يعني في شرح أحكام التعويض راح نبين اللي هي العلاقة السببية. لابد أن يكون هنالك علاقة ما بين الفعل والنتيجة اللي تمت على هذا الشخص. نعم. طيب أستاذ فهد، إذا بنتكلم عن أهم العناصر اللي يستند عليها القضاء الكويتي أثناء تقديره لمقدار التعويض عن الضرر. نعم، إحنا لابد أن نشير إلى نقطة في غاية الأهمية. نعم. اليوم يذاع في كل المجتمعات، ليس في مجتمعنا فقط، يعني ما نظلم أنفسنا فقط، بأن أي شخص يتعرض لأي مسألة بسيطة
قاضي فلان في التعويض ستحصل على مبلغ كذا من التعويض، قيمة كبيرة من التعويض. هذا الأمر إطلاقا غير صحيح. التعويض في القانون الكويتي يختلف عن باقي القوانين بأن التعويض في القانون الكويتي محكوم بقاعدة عامة، هي بأن التعويض جبرا للضرر ليس إثراء للضار على حساب المضرور، على حساب المضرور. يعني احنا ما راح نقول والله آسف إثراء للمضرور على حساب الضار، يعني فيما معناه أن اليوم التعويض ليس سبيل لكسب المال. التعويض هو في يعني في نقطة محصورة معينة هو لجبر الضرر. اليوم أنا تضررت بنسبة 1000 دينار بما يقدر قاضي الموضوع طبعا، 1000 دينار أنا استحق تعويض 1000 دينار. أتلف مثلا جهازي النقال اللي يساوي قيمته 400 دينار راح أستحق 400 دينار، أتلف منزلي اللي يساوي 100,000 دينار راح أستحق 100,000 دينار. أكثر من ذلك لا يجوز. لذلك هذه المسألة أو هذا التعويض في القانون المدني يجب قبل الحكم فيه من قاضي الموضوع أن يتقيد القاضي نفسه بحكم القانون بثلاث ضوابط. الأولى بأن يتحقق من وجود الخطأ، أن هذا الشخص اللي اليوم أنا بقاضيه حتى أحصل منه على التعويض أنه ارتكب خطأ، سواء كان خطأ مباشر مثل ما ذكرنا أو غير مباشر، أو خطأ نتيجة إخلاله بمسؤولية عقدية. هذا رقم واحد. رقم اثنين بأنه يجب أن يتوافر الضرر. اليوم أنا ما يحق لي أن أطالب في تعويض وأنا ما تضررت من أي شيء. صحيح. هذه المسألة الثانية. المسألة الأخيرة بأن يكون هنالك علاقة ما بين الخطأ والضرر. نعم. لذلك إحنا نشوف في بعض الأحيان يعني خصوصاً في وسائل التواصل الاجتماعي ممن يستفز الأفراد بالإساءة للوطن أو للرموز السياسية ويطالب بالتعويض. نفصل في هذا ولكن محامي فهد البصمان، ولكن بعد هذا الفاصل. رجعنا معكم من خلال هذا البرنامج وضيفنا المحامي فهد البصمان. يعني قبل الفاصل كنا نتكلم عن عملية الإساءة لبعض الأفراد عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، نشرحها أكثر. نعم، هو لا شك أن الإساءة يعني بإطارها الخاص كإساءة هي مرفوضة لأي كان. نعم. سواء هذا الشخص يعني محبوب أو مكروه أو أي كان، ألفاظ الإساءة أو السباب أو الشتام أو القذف هذه ألفاظ يعني مرفوضة تماما بحكم القانون وبحكم الأعراف الاجتماعية اللي احنا نمينا عليها وتربينا فيها وعشنا فيها ونعايش حتى الآن في مجلسنا هذا. ولكن اليوم يجب أيضا أن يعني من الواجب علينا أن ننور المجتمع إلى جزئيات معينة. اليوم المجتمع قد يكون فيه أفراد أسوياء وأفراد غير أسوياء، هذا طبيعي. نعم، والفرد الغير سوي قد يتعمد أحيانا أن ينشر من خلال مواقع التواصل الاجتماعي، من خلال وسائل النشر اللي اليوم متعددة. يعني أصبح اليوم الهاتف أوسع وسيلة نشر يحملها أي فرد في الشارع. صح. صح. ممكن ينشر شيء يتعمد فيه استفزاز الجمهور. صح. إثارة الجمهور. إثارة الجمهور، ولكن ليست إثارة من قبيل يعني يعني استفزازهم نحو العاطفة أو شيء معين، لا بالعكس، استفزازهم نحو فعل غير مشروع. صح. على سبيل المثال الإساءة لرمز معين فتنهال على هذا المسيء. صح. يعني عبارات السب والشتام أو التوبيخ أو الرفض للمسيء، للمسيء هذا يعني. مثل الشخص اللي يسيء لرموز الدولة أو يسيء للدولة نفسها أو يسيء للدول الشقيقة أو الصديقة من هذا القبيل، فهذا الاستفزاز أحيانا يكون مهنة. للأسف أن البعض يعتقد أن هذه يعني وسيلة يقتاد من وراها يحصل من وراها على التعويض. هذا الأمر يعني تحصل من خلاله مساومات وتحصل من خلاله يعني وسائل من وسائل الابتزاز، وإن كان في بعضها يخضع للإطار القانوني. لكن إحنا اليوم واجبنا أن ننور بأن إذا كان هذا الفعل ردا على فعل مرفوض اجتماعيا وقانونيا وأخلاقيا، إذا مسألة التعويض لا تتحقق. لأن أيضا مثل ما القانون المدني وفر لنا 3 أركان يستحق من خلالها التعويض، أيضا ذكر قاعدة مهمة جدا هي استغراق الخطأ.
إذا كان هذا الفرد اللي أمامي استغرق خطأي أو بمعنى يعني عامي أجبرني على الخطأ بأن اليوم هذا الشخص مثلا أساء إلى دولتي، فالعقل والمنطق والفطرة البشرية تقول أني أنا راح أسيء له، أدافع طبعا عن بلدي. لذلك هذه الإساءة أو هذا الرد اللي أنا رديته عليه مهما بلغ من يعني من التجريح والجسامة والحدة، الشخص اللي ياخذه نعم هو استغرغني، هو أدى يعني كأنه فخ عليك نور. هذه الصورة أبدا لا نخضع لها ولا نقول والله خلني أعطيه فلوس وأسكر الموضوع وتسامح معاه، هذا الأمر مرفوض. لأن القانون مثل ما يحمي لك حقك أيضا يحمي حقك في الاعتقاد بأن وطنك أو دينك أو عقيدتك محمية بالإطار القانوني، فلا يجوز لأي فرد أن يسيء لها. وطبعا الصور كثيرة ولكن هذا بشكل مبسط اللي نقدر نوصله. أستاذ فهد، يمكن نقدر نحدد الضرر الجسدي أو الضرر المالي، ولكن شلون يتم تحديد وتقدير الضرر النفسي أو العاطفي؟ يعني كيف نحدد المقدار الذي أصاب به عاطفة المتضرر؟ نعم، هو لا شك أن الضرر المعنوي أو الأدبي يعني هو ضرر لا يمكن إنكاره. كثير من القضايا تتعلق في مسائل أدبية ومعنوية، وخاصة الجرائم الواقعة على العرض أو السمعة. نعم، فدائما يكون الموضوع متعلق في المسائل الأدبية. تقدير هذا التعويض أو هذا الحجم من الأضرار هو من سلطة قاضي الموضوع بحكم القانون. نعم، فيعني احنا ما نقدر نقول ان هذا النوع من الاضرار يستحق هذا المبلغ، ولكن القانون اناط بقاضي الموضوع بان يقدر على اكثر من اعتبار، منها اليوم انا لما اسيء لفرد عادي المتابعه او النظر عليه من عدد 100 شخص 1000 شخص مختلف من اني انا اسيء الى شخص رمز في المجتمع. صحيح، يعني يرى أو يسمع هذه الإساءة 1000 شخص، يؤثر على علاقاته الاقتصادية والاجتماعية. صحيح، والسياسية. صحيح، وكذا. فحجم الأضرار الأدبية طبعا هذا ما ينتقص من حق الضعيف والقوي، الفقير والغني. صحيح، ولكن حجم هذه الأضرار يقدرها قاضي الموضوع، والحمد لله أن قضاءنا مطلع على هذه الأمور. نعم، وما هو بعيد عن المجتمع. نعم. صحيح، هي فرصة الآن نعرف أن هل اختلاف مقدار الضرر يختلف باختلاف نوع الضرر الجسدي المعنوي المادي؟ لا شك أن الأضرار المادية مثل ما ذكرت الأستاذة دائما تكون واضحة وجلية. اليوم أنا لما أفقد مثلا بسبب هذا الخطأ أفقد مركبة أو هاتف أو منزل أو أيا كان، أو فاتني من كسب معين، شخص عرقل علي صفقة كنت يعني من المتوقع أو من المحقق أني أربح منها مثلا 1,000,000 دينار 2,000,000 دينار، أصبح الضرر معلوم واضح للقاضي وممكن تحديده ومقاضاة الشخص عنه. ولكن الضرر الأدبي أمر ما يمكن التوصل إليه مباشرة، ولكن القاضي يتوصل إليه من خلال الوقائع المحيطة في الدعوة، اعتبارات الشخص، مكانته الاجتماعية، وظيفته، شهادته، تواصله مع الناس، اطلاع الناس على هذه الإساءة. على سبيل المثال اليوم أنا لما أسيء لشخص برسالة خاصة هذا أمر مختلف عن لما أسيء له عن طريق قناة يعني فضائية. صح، فاطلاع الناس على هذه الإساءة يختلف عن أو في التواصل الاجتماعي يعني في التواصل الاجتماعي أمام العالم. فهذا ركن العلانية في الأمرين يختلف من ناحية الضرر. اليوم شخص مثلا استمع للإساءة من فرد غير عن شخص لما يستمع لإساءة على مسمع 1,000 شخص أو مليون أو عشرات الملايين من الأشخاص. طيب ماذا عن الشق الأكبر المتعلق بدعاوي التعويض يعني اللي تشهدها المحاكم الكويتية بحكم قربك من المشهد؟ لا شك أن مسائل التعويض اليوم أصبح فيها افتئات في مسألة الوسائل الإلكترونية أو وسائل النشر الإلكترونية. اليوم لا شك أن هذه الوسائل هي جزء من منافذ الحرية للأفراد اللي اليوم إحنا يجب أن نستعملها استعمال سليم يخدم يعني الوطن ويخدم أيضا المجتمع، ونعبر من خلاله عن رأينا بكل تقدير واحترام. ومن خلال تلفزيون دولة الكويت تكلمنا كثير عن هذه المسألة بأن ما دام الرأي محترم معتبر لا يتضمن ألفاظ خادشة للحياة أو مهينة لأفراد آخرين فهذا الرأي محمي قانونا. ولكن للأسف إحنا اليوم نشوف بأن في دور أيضا على الأسرة في متابعة أبنائها مثل ما تكلمنا. صح، في الفاصل. صح، إنها أشخاص عمرهم 14 سنة 13 سنة 12 سنة ما عندهم وعي قانوني. نعم، يمسك الموبايل ممكن من خلال الهاتف يرسل رسالة تشكل موضوع الحرية الشخصية. نعم، يشكل جريمة، لذلك تتحمل الأسرة تبعات هذا الأمر. يجب أن احنا يكون عندنا وعي، ومن الممكن أن احنا نشجب
ونستنكر ونرفض أي عبارات تشكل إساءة للمجتمع أو للوطن بعبارات محترمة، يعني لا تشكل أي خدشة للحياة ولا تشكل إهانة أيضا للمسيح، لأن إحنا كمجتمع كويتي أو كمجتمع مسلم أو كمجتمع عربي دائما إحنا نتسم في الخلق الحميد والأخلاق النبيلة، فما تصدر منا الإساءات حتى وإن كانت رفضا واستنكارا لأي فعل يعني غير مقبول لدى المجتمع. أكيد أكيد، صراحة إحنا وقتنا معاك دايم يعني بسرعة يروح ووايد نستفيد منك، يعني فعلا نشكرك على حضورك على وقتك، نشكرك على المعلومات القيمة والمفيدة اللي تقدمها لنا وللسادة المشاهدين. شكر لكم والتلفزيون دولتنا الحبيبة اللي من خلاله إن شاء الله نكون فدنا المشاهد. هذا واجبنا والشكر دائما لله. بارك الله فيك على توضيح مثل هذه النقاط المهمة في موضوع القانون الكويتي وخاصة موضوع الضرر. بهذا نكون قد وصلنا معكم لختام هذه الحلقة من برنامج مساء الخير الكويت، في أمان الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أكيد نشكركم على حسن المتابعة وإلى اللقاء.